السلام عليكم. السلام عليكم اخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. المهم فيديو ديال اليوم كما تشوفوا الاخوان، جيت نوضح لكم الطريقه ديال تقديم الشكايه بالنسبه للناس ديال الراميد، الناس ديال لا سي ان اس اس، والناس اللي ما عندهمش الراميد، يعني اللي دفعوا الملف ديالهم باش يستافدوا من التعويض وما توصلوا بوالو، يعني ما توصلوش حتى بشي رساله، اي رساله لك تاكد سواء الرفض او القبول. مهم كما تعرفوا، لهذا الوزاره دارت لكم واحد السيت باش كتقدموا فيه الشكايه. السيت كما تشوفوا سميتو شكايه بوا ام ا. المهم اول حاجه تدخل لهذا السيت الاخوان، دابا ندور الطريقه ديال تقديم الشكايه. من بعد ما مباشره ما تدخل لهذا السيت، غادي نخلي هنايا تحت الفيديو. المهم تمشي هنايا لوزاره الاقتصاد واصلاح الادارات، من بعد تتلقى هاد الفورميلا. المهم تجي هنا نوع الطلب الاخوان، تخليها شكاية. الموضوع الرئيسي هنا خدمات عامة، موضوع الفرعي هو خدمات عامة، الموقع المعني، الجهة بالنسبة للجهة الاخوان. هنا يجي الطبيب 16 حسب الجهة ديالك، كل واحد الجهة ديالو، الإقليم أو العمالة 16. بالنسبة للجماعة الحساب شو الجماعة اللي تابع ليها ديرها هنايا. المهم هادشي غير تجريبي، أنا ماشي تندير شي حاجة اللي يعني، هادشي غير تنجرب بيه. المهم نديرو أي وحدة، نديرو سيدي حجاج مثلا. بالنسبة هنا للموقع، انا الا بغيتي ماشي شي واحد الحاجه الاخوان ما بينت لك. بالنسبه لهذوك اللي حداهم النجمه، اللي كتكون حداهم واحد النجمه حمراء كيف ما تشوفوا، بحال اللي حدا كوما هنايا، حدا كوميون مثلا، ملي تكون حداهم نجمه يعني لابد انك خصك تعمرهم، واللي ما حداهمش نجمه ماشي لابد انك تعمرهم، يعني ماشي يعني اختياريين، واللي حداها نجمه مفروض عليك انك تعمرها. بالنسبه للموقع الا بغيتي تزيدي، ما بغيتيش ديري ما ديريش، انا نفضل انك ما غاديش نديرو. بالنسبه للاخوان هنايا، الموضوع كيف ما تشوفوا هنايا، غديروا شكايه هنايا، نص الرساله. المهم انا نص الرساله درت هذا، نتوما شوفوا. المهم دير هذا وعدل عليه، ولا كتب اللي بغيتي من طبيعه الحال. انا فضلت انا نكتب هذا. المهم كتبته بهذه الطريقه. هنايا المرفقات، هذه الاضافه يعني اي حاجه. مهم هنا الاضافات، يمكن لك تغرك الاضافه يديك هنا للتصاور، يعني يمكن لك مثلا الناس اللي عندهم الراميد يديروا الراميد، الناس اللي عندهم شي ورقه كتبت انهم توقفوا عن الشغل بسبب جائحه كورونا تما يديروها، يعني غير صورها ودير هاد الاضافه وزيدها. ماشي تجي هنا كيقول لك ادخل النص، كيعطوك هاد الكابش اللي تكون هنايا تدخلها، دير ام اف دي 4. مهم ندير انا موافق على هاد الشروط، وندوز للمرحلة الموالية. كليك على المرحلة الموالية، من بعد غادي ديك لهاد الصفحة. هنايا غادي يقولك الفئة مرتفقة الاخوان، الاسم الاجتماعي يعني غير الزامي للاشخاص الذاتيين، بلاش رقم البطاقة الوطنية للتعريف بطبيعة الحال، كله غادي يدير. المهم انا غير تندير اي رقم، دير رقم البطاقة الوطنية للتعريف، الاسم العائلي، هنايا رقم الهاتف من طبيعة الحال ديال رب الأسرة، هاي راه باينة الإخوان، دير رقم الهاتف ديال رب الاسره، يعني ديال اللي مكلف ب، يعني الرقم الهاتف اللي صيفطتي بيه في الاول اللي درتي في تضامن كوفيد بو ام ا، ولا الرقم ديال رب الاسره بطبيعه الحال. هنايا الهاتف المحمول بطبيعه الحال، هنايا غتعاود هي النيت، النمرة ديال التليفون، من هنا البريد الالكتروني اللي عنده البريد الالكتروني يديرو، اللي ما عندوش بلاش. هنايا العنوان، بالنسبة للعنوان كيف ما تشوفون هنا، غتكتب البلاصة اللي ساكن فيها،
المهم انا راه نكتب غير على الله يا اخوان. مهم واحد الحاجه هنايا، عندك السطر الاول والسطر الثاني داروا لك جوج سطوره بالنسبه للناس اللي عندهم العنوان طويل، يعني اللي عنده العنوان قصير غيكتب غير في السطر الاول، اللي ما كفاهش السطر الاول غيكمل في السطر الثاني. راه عاطينك هنايا مثال، قال لك 3 شارع النهضه البلوك 67 مثلا، هنايا الرمز البريدي كيف ما تشوفوا هنايا. المهم الاخوان الاغلبيه تيسولوا على الرمز البريدي، اذا الورقه ديال الماء ولا الورقه ديال الضوء، ولا غادي تمشي لجوجل نيت وغادي تكتب مثلا انت ساكن في مدينه سطات، غتكتب الرمز البريدي لمدينه سطات وغادي تلقاه، غادي يطلع لك في جوجل وغادي تجيبيه تنقليه هنايا. هنايا المهم هي كيكون هنا المدينه او القريه طبيعه الحال، كل على حسب البلاصه اللي ساكن فيها. هنا الدولة بين وبالنسبة هنايا باش غتعمر، يعني بديتي بالعربية كمل بالعربية، بالنسبة للعمارة ديال هاد المدينة والقرية والدولة وداك التخربيق كامل غتعمريه على حساب يعني باش عمرتي في الأول باش غتسالي. بديتي بالعربية سالي بالعربية، كنتي كتعمر فرونسي كمل فرونسي، احسن حاجة عمر غير بالعربية. هنا نديرو المرحلة الموالية، من بعد تيعطيوك هذاك الشيء اللي درتي كامل، تيعطيولك في ورقة واحدة نوع طلب شكاية. المهم تتأكد هنايا عاود قرا هذا الشيء، تكون غلط في شي حاجة نص الرسالة. المهم هنايا كما تشوف هنايا عندك حق دير التعديل ولا عن مهم كدير تعديل لكن كنتي غلط شي حاجه، من بعد ما تتاكد باللي راه هادشي كامل عندك صحيح. وبالنسبه للعنوان اخوان كيف ما تشوفوا صحيح، تنشوف كل شيء كان عندي خطا كنكليكي على تعديل وتندير تصحيح ديال ديك الحاجه اللي غلطت فيها. من بعد الاخوان ما تنسالي وتتاكد من كل شيء، تنكليك على تاكيد كيف ما تشوفوا صافي، وراه غادي يقول لك تم مهم تم تاكيد الشكايه ديالك، وعطوك واحد الرقم باش تتبع الملف ديالك. المهم هادشي اللي كاين اخوان في هذا الفيديو، ما تنساوش ابونو معنا فلاش يوتيوب، عندك شي سؤال خليه في تعليق وشي لايك الفيديو، الله يعاونكم الخوش.